احتفل أبناء الشعب اليمني في عدد من المحافظات والمدن بالعيد 55 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة بإقامة المهرجانات الخطابية والفنية. وفي العاصمة صنعاء وإب وعدد من المدن اليمنية أطلق المواطنون الألعاب النارية في سماء العاصمة معبرين عن ابتهاجهم بعيد الأعياد ذكرى ثورتهم المجيدة التي انطلقوا من خلالها إلى آفاق الحرية والتقدم بعد عصور من الظلام والاستعباد. أقيم في صنعاء ندوة أدبية بمناسبة الذكرى 55 للثورة 26 من سبتمبر لمناضلي الثورة الذين شددوا على الحفاظ على ثورة 26 من سبتمبر التي انطلقت ضد الحكم الإمامي في شمال اليمن والاحتلال